سرعة من الموفمنت، يا اما ميكسينج يا اما بروبارس في البيرستاسس. هنا سميناها ماس موفمنت، تبدي تتكون كتلة، لانه باللارج انتستين، اللارج انتستين امتصت السوائل الموجودة بالاكل بالطعام، فراح تبقى كمية ثيك، تمام؟ سوليد، ما تكون لا سيمي فلويد ولا تكون فلويد، تكون سوليد. الابزوربشن اوف ووتر عند الكترولايت ميلي راح تكون باللارج انتستين، تمام؟ فراح تكون هذه الثيك، فراح تتكون الموفمنت تكون از ماس موفمنت، كمية كتلة تتكون بجزء بجزء، تتكون هنا لحد ما تبدأ تتحول تاخذ كمية من الميوكوزا اللايننج إلى تبدأ تمتص الكمية اللي تحتاجها من الفلويد ومن الإلكترولايت لحد ما توصل كلها، توصل وين؟ لل ديسند كولون السيجمود، لحد ما توصل للركتم تصير از افيسز. اوكي، الفيزز ممكن يحتوي لنا البارتكل الموجودة من الفود، ممكن يحتوي لنا يبدي هو شلون يصير عملية تبادل بيناتهم، ينطيها فلويد والكترات يبدي ياخذ من عندها التوكسيك سبستانس، يبدي ياخذ من عندها الغازياس، ممكن يبدي ياخذ من عندها المواد الموزنة بالجسم، يحاول يبدي يمتصها، وذاك ممكن تطلع از افيسز، تمام؟ توصل لحد ما توصل للركتم. المانوفر اللي نريد نفهمها ان الديفيكيشن عملية اخراج الخروج بصورة عامة، ان هي فولنتري لو ان فولنتري؟ voluntary voluntary، لذلك يعني under our control، تعتبر somatic لو autonomic؟ somatic. الكل متفق على هذا الشيء؟ نحكي عن هذه الكلمه autonomic هي دكتور تكون عن طريق المسلز اوف الانال كانال، تكون من الانر autonomic، بينما تكون من الاوتر somatic. عاشت إيدك، تمام تمام. إحنا عدنا قلنا هذا لحد ما توصل للور أو descending colon، لحد ما توصل للركتام والأنال كنال. الأنال كنال عدها بوابتين، internal anal canal، بوابة الداخلية والبوابة الخارجية. الخارجية هي اللي إحنا under our control، يعني مرات واحد fold هذه ويحد ما يصير بها control، حد ما يصير الوقت المناسب والمكان المناسب. لذلك إذا شنو فرق الأنيمال عن الهيومن؟ إنه عندك كورتيكال أريا برين عندنا، ونقدر إنه هذا المكان يابا مناسب، هذا تواليت، هذا مكان هنا أنا سعدي في الاجتماع، عندي في شغلة ضرورية، لحد ما أوصل للبروبر تايم والبروبر بليس يبدي يصير بيها الديفيكيشن، تمام؟ هذه قلنا أنا انترنال وكسترنال أنال سفنكتر والركتم اللي راح يكون بيها الإسكريشن. الانترنال يصير انفولنتري لأنه إحنا ما نقدر نتحكم بها، معناها under control منه autonomic، تمام؟ وياي؟ نعم دكتورة. under control of autonomic nervous system، sympathetic لو parasympathetic، لأن هاي المنطقة تعتبر ساكرة parasympathetic parasympathetic سميناه craniosacral، تمام؟ الباراسمباثيك عن طريق البلفيك نيرف اللي هو S1 2 3، يعني الروت مالته S ساكرال S S1 S2 S2 3 ممكن توصل S4، تمام؟ الانر كانال هذه كلها انترنال كانال اللي هي مسؤولة عنها الباراسمباثيك. الاكسترنال عن طريق السوماتيك نيرف اللي هو فولنتري عن طريق البودندال نيرف، تمام؟ نشرحها بس احنا لازم عندنا في الهيدلاين نفهمها. هذه قلنا الماس موفمنت. ليش تجي؟ ديفيكيشن. Most of the time the rectum is empty of feces. When the mass movement of feces forces feces into the rectum, the desire for defecation occur immediately, including reflex contraction of rectum and relaxation of anal sphincter. The external sphincter is controlled by nerve fiber and the pudendal nerve, اللي هو هذا somatic, external, voluntary, تمام? Which is part of somatic nervous system and therefore under voluntary control, conscious. لذلك مرات الشخص المضروب عنده او ممكن البيبي لان انكونشس ما واعي، او ممكن الشخص اللي صار بيد ريدن فتره طويله ومضروب عنده الاسبانه ممكن يصير ديفيكيشن اون هيم سيلف اور هير سيلف وهو ما واعي، تمام؟ ذا انكونشس، او ممكن اذا هو مضروب للاريا وما يحس بها ما واصل عنده الديزاير فور ديفيكيشن تكون انفولنتري، فلازم يكون فولنتري كونشس اريا اند اور ات ليست سب كونشس كنترول. Subconscious control, the external sphincter is usually kept continuous sphincter constricted unless conscious signal inhibited. مرات اللي هي يصير بيها inhibition لأنه يقول لا بعد إنه أنا لا واصل للمكان اللي مفروض بيه ولا واصل
البليس اللي للمكان ولا للتعب، تمام؟ يصير بيها ممكن انهبيشن ديفيكيشن ريفلكس. احنا هذه ما حكيناها. يلا اوردن ديفيكيشن از انيشيتد باي ديفيكيشن ريفلكس. وان اوف ذيس ريفلكس از انترنسيك ميديتد باي لوكال انترنسيك نيورونال عن طريق انتريك نيرف سيستم. وان ذا فيسز انتر ذا ريكتم ديستنشن اوف ذا ريكتال وول انيشيتد افيرنت سيجنال ذات سبريد ثرو ماي انتريك بلكسز تو انيشيت بريستا. تبدا تتحول الموفمنت لحد ما توصل بوشينج اوت، اوكي، تو انيشيت بريستاسيس ويف ان ذا ديسندنت كولون سيجمود اند ريكتم forcing feces toward the anus. As the peristalsis wave approaching the anus, the internal anal sphincter is relaxed, the internal relax, and by inhibitory signal from mitral reflexes, if the external anal sphincter is consciously voluntary relaxed at the same time defecation occur. The internal يصير بيها relaxation حتى يصير بيها pushing، يعني تنفتح البوابة الداخلية لحد ما يصير بيها pushing، والكسترنا تبدي تنفتح نفس الوقت ويصير بيها يصير defecation. الشغلة مهمة الغاسترو كوليك ريفلكس والديدونيو كوليك. غاسترو يعني من المعدة للقالون، والديدونيو هما سمول انتستين للارج انتستين. الغاسترو كوليك ريفلكس كلش مهمة بالبيبيز، الأطفال من أول ما يبدي يرضع يصير عنده ديفيكيشن، والكبار نفس الشيء. مرات دول الكبار بالعمر الدرلي أول ما يبدي ياكل رأسا قال أنا عندي ديزاير فور ديفيكيشن، يعني يريد يروح للتواليت، تمام؟ إنه يسميه هذا غاسترو كوليك ريفلكس. The appearance of mass movement after meal is facilitated by gastrocolic reflex and duodenocolic reflex. This reflex results from distension of stomach and duodenum. This occurs either not at all or hardly at all when the extrinsic autonomic nervous colon has been removed. يعني إذا الفيغاس نيرف انضرب مالة الكولون، إحنا عندنا الفيغاس نيرف بكل مكان لوكالايز بكل مكان، فإحنا عندنا أن أذر باثوي يعوض عني. The reflex is almost certainly transmitted by way of autonomic nervous system. إذا الكولون انضرب عندنا مال جاستريك فراح يكون هذا الرفلex، تمام؟ irritation of colon can be initiate intense mass movement for some a person who has an ulcerated condition. هاي المكان، هذا المكان قلنا هذا عبارة عن ميوكوزا، ويصير mass movement وabsorption of water. إذا هذا المكان صار بيه تقرح أو صار بيه injury أو صار بيه فد أسباب تمنع عملية امتصاص الوتر، يعني هو أصلاً water absorption هو وين موجودة باللارج انتستين، ما امتص هذا المكان الوتر، ما يصير بيه poor absorption للوتر، فش راح يصير الوتر يبدأ يطلع الفيسز، راح يصير عملية دياري، تمام؟ فلذلك هاي الديزيز هنا نسمي ulcerative colitis، تقرح القولون، تمام؟ ممكن يتأدينا إنه frequent دياري، ويصير بهم أصلاً مرات أصلاً قد الفريكوين دياري ممكن يصير urination، التقرح يكون deep ويصير bloody دياري. Is it frequently has movement that persists almost all the time؟ هاي الميكانيزم نريد نفهمه إنه mass movement يصير defecation يوصل للمكان distension rectum امتلأ ويا الفيسز. الresponse either contraction للcolon كله وrelaxation للinternal على ما تفتح لنا البوابة، وcontraction للexternal. الinternal هي قلنا autonomic والexternal هي عن طريق الsomatic البودندر nerve. الresponse يا أما نأخرها يا أما نصير immediately response immediately defecation. Fold rectum with feces send impulse sensor impulse الafferent أو الinput اللي وصلها للدماغ لحد ما توصل للسباينال كورد الساكرال اريا. هذا وصلت هي اندر كنترول اندر كورتيكال او سيربرال كورتكس كنترول كونشس كورتكس، لازم يكون كونشس والا صارت ما صارت بيها فولنتري، تمام؟ يرجع لنا الاوردر، واحد يرجع لنا للاوتونوميك نيرفس سيستم، وواحد يرجع لنا للسوماتيك. السوماتيك هيرجع عن طريق الاكسترنال، والانترنال هيرجع عن طريق الانترنال. هذا يرجع لنا عن طريق البلفيك نيرف، وهذا يرجع لنا عن طريق البودندر نيرف، يصير الديفيكيشن، تمام؟ نفس المانوفر ديفيكيشن سيجنال انتر ذا سباينال كورد انيشيتد اوذر افكت سوتش اس. شلون الريسبونس راح تصير؟ راح تاخذ ديب بريث على المود، يصير بي بوشنج اللور ابدومينال مسل كلها، يصير بيها كونتراكشن الابدومين والدايفراماتيك مسل تو بي بوش اوت، اوكي، كلوزر اوف جلوتس اند كونتراكشن اوف ابدومينال وول مسل تو فورس ذا فيكال كونتنت اوف كولون داون وورد اند ات ذا سيم تايم ذيس كوزز ا بيلفيك فلور تو ريلاكس داون اند بول اوت وورد اون ذا انر رينج تو ايفاجينيت ذا فيسز وين ات بيكم كونفينت فور بيرسون تو ديفيكيت. صار عندنا بروبر تايم وبروبر بليس. The defecation reflex can
purposely to be activated by taking deep breath to move the diaphragm downward and then contractile the abdominal muscle to increase the pressure in the abdomen. This forcing fecal content into the rectum to causes an reflex. In new babies and in some people with the transected spinal cord, يعني spinal cord مقطوع, صار بينجري, ما جاي توصل الإشارة من المنطقة من البلفيك لحد ما توصل للبرين, الإشارة انقطعت بعد ماكو إشارة. The defecation reflex causes an autonomic emptying if the lower bowel at inconvenient time during the day because lack of conscious, لذلك ما يحس بيها إذا شخص صار عنده مقعد أو صار بيدردن حتى لو at all the time, يعني ممكن يعني ما, لذلك البيبي يحتاج وقت على مود training للتواليت, تمام, يصير بي conscious أول شيء, مدرك واعي, وثاني شيء من يبدي يكبر البيبي يعني مو بعمر سنة والسنتين يبدي removal of diapers, لحد ما يبدي يكبر شوي يصير بيه complete neurological development of brain. Okay, during the day because of lack of conscious control exercise through voluntary contraction or relaxation of external. Other autonomic reflex that affected bowel activity قلنا هو الغاستروكوليك والديدينوكوليك بالإضافة إلى وجود البريتونيوم انتستانال ريفلكس that result from irritation of peritoneum. البريتونيوم ممكن بالضبط إذا واحد صار عنده inflammation أو صار عنده surgery ما يقدر البيش يتحرك, هذا كريسموس مناعية من الجسم إنهم نحاول نطوق المكان, المكان صار بي حريق, صار بي injury, صار بي نحاول نطوق نصير localized area to prevent spread of injuries, prevent spread of inflammation. نفس الشغلة انه نسميه peritoneal intestinal reflex irritation للبريتونيوم, فما يصير به localized or limited localized area. It is strongly inhibit excitatory enteric neuronal and thereby causes intestinal paralysis, فما تتحرك معه, especially in baiting with peritoneal case, إذا صار عنده التهاب بالغشاء البريتونيوم. Urino intestinal and vesico intestinal reflex inhibit intestinal activity as a result. ممكن يكون نفس المانوفر بالكيدني أو بالبلادر irritation. بالإضافة لهذه الأشياء أنه قلنا الكولون هو يصير water absorption والكترولات, أكو عندنا فائدة بالقولون اللي هي بكتيريا, أكو بكتيريا نافعة normal flora موجودة بالكولون يصير بها absorption يساعدنا على امتصاص normal flora, normal موجودة تساعدنا على امتصاص بعض الفيتامين, وأهم واحد بهم الفيتامين K, B12, الثامين, ribofulvin, as various gas contributes of flatias that causes the colon. الفيتامين K اللي هو most important one اللي هو normal flora secreted in the colon, لذلك إذا ما موجودة ممكن يصير بي difficulty بال blood coagulation, هو مسؤول coagulation, خصوصا الفاكتر مسؤولة الفيتامين K اللي هو 1972, تمام. Colonic gas or flatus is produced in large intestine through breakdown of indigested carbohydrate, لذلك ممكن تكون إذا الكربوهيدرات ما كانت مهضومة زين ممكن تؤدين إلى وجود الغازيس والفلاتولنس, والهذه اللي يعانون من عندها مرضى القولون العصبي irritable bowel disease, تمام. نورمال فلورا ممكن موجوده, اذا ما موجوده ممكن هسه بدا يصنعون يعني فد اشياء مشابهه لها تساعدنا نتقلل الغازيس وبتش اشياء اللي هي بروبايوتيك ياخذون ممكن اشياء يعني ممكن سبلمنت ممكن ياخذونها هسه موجوده يعني بالالبان, بس اكو البان مصنعه انه هذا بروبايوتيك وحده من عندها الاكتيفيا انه تحاول يصير انهانس ابزوربشن of water enhance والبكتيريا تحاول تكون أكثر ما تكون normal flora طبيعية موجودة بالجسم, تمام, يستفاد من عدد الجسم. من أهم الأسباب اللي يزيد intra-abdominal pressure يزداد ضغط البطن, وذلك البيشنت يصير عنده يعني يعاني من عدها إنه effect على absorption, effect على digestion بالcolon اللي هي 5F ingestion of very large meal إذا هي fatty meal, F الأولى fat, production of intestinal gas by bacteria اللي هي flatulence الغازات الموجودة بالجسم, البرجنسي فيتاس, abdominal mass ممكن كمية من التيومر أكثر شيء إنه يصير عندنا peritoneal fluid يسبب عندنا peritonitis سواء تبدي تزداد بالجسم, والstraining contraction of abdominal muscle against gross growth اللي هي fecal إذا كان عندنا fecal, تمام. دول خمسة أسباب إنه ممكن يسوي لنا تزداد الانترا abdominal pressure. نفس المانوفر يزداد ضغط على البطن إذا كانت lower esophageal sphincter, وحصير عملية استرجاع
المواد الحامضية من المعدة ترجع لنا للإيزوفيغاس وتأثر لنا على المريء، نفس الشغلة تأثر لنا على الأبدومينال كونتراكشن وول. تمام؟ Any question?